السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي. في هذا الفيديو حاولت نعطيكم جميع المواضيع اللي تحطت في لابواط الميغفي. إذا كنتو شفتوا لا فيديو السابقه فكنا هضرنا على الطريقه باش توجدوا لا برودكسيون اكريت، واقترحت عليكم انكم تبحثوا على المواضيع اللي ديجا تحطات. هذه المواضيع اللي غتشوفوا في هذا الفيديو فهما من سنه 2009 ل 2018، دونك انا حيدت عليكم هذه المهمه. هذه يكفي انكم تركزوا معايا في هذا الفيديو باش تعرفوا الطبيعه ديال المواضيع، وكذلك تحاولوا تخدموهم من بعد باش هكذا تدربوا وتكونوا على اتم استعداد النهار ديال الامتحان الجهوي. ناخذ اول موضوع، توت لي فام دو توت لي كونديسيون روند فيزيت على سورسيير. جميع النساء من جميع المستويات كيزوروا لا سورسيير العرافه. Élaborer un texte cohérent pour convaincre cette catégorie de femmes de l'inutilité de ces pratiques en exposant les arguments nécessaires. حاول تكتب واحد النص حجاجي اللي تبين تبين ان هاد النساء ولا تبين لهاد النساء عدم النفع ديال هاد الممارسات، يعني زياره المشعوذات. بيان سور هاد الموضوع كيتعلق بلا سوبرستيسيون. Sujet numéro 2. Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants tremblés de peur devant leurs parents. أكيد أنكم شفتوا في المحيط ديالكم أطفال اللي كيرجفوا من الخوف من الآباء ديالهم. A-t-on vraiment besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer? واش فريمون خصنا نخلعوا الدراري باش هكذا نتسماو كنربيوهم؟ يعني هذا لو سوجي متعلق بلي غولاسيون ولا لا غولاسيون دي بارون اونفون. دونك الى كل ما خدمتو مواضيع متعلقه بلا سوبرستيسيون وبلا لا غولاسيون جينيرالمون لا غولاسيون بارون اونفون غادي تنفعكم ان شاء الله في الامتحان. لو سوجي نيميرو 3. دو نو جور لي جون بريفير كيتي لور ميزون فاميليال ابري لور مارياج بوغ الي ابيتي ايو. في وقتنا الراهن الشباب كيفضلوا انهم يستقلوا من بعد الزواج ويعني يتركوا المنزل العائلي ويمشيو يسكنوا بوحديتهم. شنو الراي ديالك في هذا الموضوع؟ سوجي نيميرو 4. شي نو لا فامي توجور كونسيديري بار سيرتان كوم ان مونبر سيكوندير. لا فام كتعتبر على اساس انها عنصر ثانوي في العائله ولا في المجتمع. ا لوكازيون دو 8 مارس جورني مونديال دو لا فام ريديجي ان تيكست ارغومونتاتيف دون لوكيل فو مونتريري لو رول كابيتال كوجو لا فام ماروكين بور لو ديفلوبمون دو نوتر بي. بمناسبه اليوم الثامن من شهر مارس اليوم العالمي للمراه، حق اكتب نص حجاجي اللي من خلاله غادي تبين الدور المهم ديال اللي كتلعبوا المراه في تقدم الدوله مثلا. دونك هنا في هذا لو سوجي هذا متعلق بيان سور مع لو سوجي دو لا فام، واكيد في لابواط ميرفي تذكرات هاد يعني تذكر هذا الموضوع بشكل او باخر. انتقلوا لموضوع اخر، وكنعتذر الا كنهضر بالزربه راه غير باش نساليو لي سوجي لان عندي بزاف. ا كوتي دي زونسينيومون بروغرامي لي زيتابليسمون سكولير فيز ا بروموفوار دي اكتيفيتي باراسكولير. بجانب التعليم اللي يعني بروغرامي كاين مقرر، فالمؤسسات كتحاول انها تشجع الانشطه الموازيه بحال لو تياتر اتولي ايتترا. تقولوا اش من علاقه هذا مع لابواط ميغفي؟ لابواط ميغفي راه سيدي محمد كان كيمشي للمدرسه القرانيه، وشحال من مره كان كيهضر على لوفكي وعلى الطريقه ديال التعليم. فبيان سور يعني راه كيهضر على المدرسه، وبالتالي كتبقى كيبقى هذا الشكل هذا ولا هذا الموضوع مرتبط بلابواط ميغفي. دونك نتوما ما تخلعوش، راه ها كنشوف هذا الشكل ديال المواضيع كانوا شحال هذه، فما كنظنش زعما يتحط شي حاجه قريبه، ولكن اللهم الاحتياط. فمن نقولوا المدرسه حاولوا انكم تعرفوا المواصفات ديال المدرسه الحديثه والفرق بينها وبين المدرسه القديمه، المميزات ديال المدرسه الحديثه، باش حتى الى طرحوا شي موضوع متعلق بالمدرسه كيف ما هذا كيتعلق بالمدرسه الحديثه واللي هي والمميزه ديالها انها كدير كيديروا دي زاكتيفيتي باراسكولير. فالا كنتو نتوما وجدتوا مواضيع مشابهه فغادي تقدروا تجاوبوا على هذا لو سوجي، لان لا كيسيون هي اون كوا سي زاكتيفيتي باراسكولير بوف تيل افوار ان امباكت بوزيتيف سور فوتر باركور سكولير. كيفاش هاد لي زاكتيفيتي الانشطه الموازيه يقدر يكون عندها جانب ايجابي على المسار الدراسي ديالكم؟ غتقولوا كيفاش؟ واش مش من علاقه؟ كيفاش غادي ندير انا نجاوب على هذا الموضوع؟ نتوما الا درتو مميزات ديال المدرسه الحديثه وهضرتو عليها بشكل ايجابي، فداك الشيء اللي عبرتو عليه
في المميزات الإيجابية ديال المدرسة الحديثة، والطفل هنايا غير حاولوا تلعبوا بالكلمات. ناخذ السوجي نيميرو 6. اون ادمي جينيرالمون كو لي ريلاسيون انتر لي فوازان دوف اتر بازي سور لو ريسبي اي لونتري. كنقبلوا جينيرالمون ان العلاقه ما بين الجيران خصها تكون مبنيه على لو ريسبي الاحترام والتعاون. اور اون رمارك كو سيغتان فوازان سو كومبورت دون مانيير ان اكسيبتاب، ولكن كنشوفوا ان الناس كتعامل بطريقه غير مقبوله. كو بونسي فو دو سيت اوبينيون، شنو كتظنوا حول هذا الراي هذا؟ دونك هنايا غتحاولوا دونك لو تيم جينيرالمون سي لو فوازيناج. ننتقلوا للموضوع السابع اكوتي دي دونك هذا غير تم التكرار ديالو. ننتقلوا لموضوع اخر سوجي 8. سيغتان بارون فون دي ترافو ا لا بلاس دو لوغ زونفون دوفوار اكزيرسيس شونفولي. يعني مجموعه ديال الاباء كيديروا الخدمه اللي خص ولادهم يديروها، يعني عوض ما يكلف ولده بشي كيخدم ليه مثلا التمارين، يصاوب ليه لا شومبر ديالو وما الى ذلك. ريديزي ان تيكست ارغيمونطاتيف دون لوكيل فو دونغي فوتر بوين دو في. يعني حاول تعطي الراي ديالك حول هذا الموضوع وحول هاد الاباء اللي كي يديروا كل شيء بلاصه الاباء دي بلاصه الابناء ديالهم. سوجي نيميرو 9. دو موان اون موان لي جون فيان اون ايد او بيرسون اون ديفيكولتي اي اون دونجي. يعني يوم بعد يوم الناس كي مبقاوش كيساعدوا، حيت هنا دو موان اون موان يعني التعبير ديالها ولا المعنى ديالها كل نهار كتقلل داك الحاجه، ما عرفتش كيفاش نقولها اونغا. فالناس مابقاوش كيساعدوا الاخرين اللي كيكونوا في حاله صعبه ولا اون دونجي، يعني في حاله خطيره. مثلا بيرسون مالاد اغريسي فولي، اشخاص اللي مرضين تم اغريسي تعداو عليهم فولي تشفروا وما الى ذلك. كو بونسي فو دو سو كومبورتمون، شنو كتعتقدوا حول هذا الموضوع؟ كيف ما قلت وكيف ما كنقول دائما لا بواتا ميرفي كتبقى ذات طابع اجتماعي، يعني لي سوجي دائما متعلقين بالمجتمع. اوتخ فوا اون اوفري سا بورت ا سي فوازان. في القديم كنا كنفتحوا البيبان الجيران ديالنا، اون بارطاجي تو افيك او اي اون سونتريدي، كنتقاسموا معاهم كلشي وكنتعاونوا معاهم، ولا كانت يعني داكشي ميتويال يعني متبادل. مي دو نو جور، لكن في وقتنا الراهن لي غولاسيون دو فوازيناج نو سون بلو سو كيل ايتي، ولكن العلاقات بين الجيران ما بقاش داكشي كيف ما كانت. بوركوا دابري فو، علاش في نظركم؟ ناخذ السوجي نيميرو 11. سيدي محمد بيرسوناج برينسيبال دو لا بواتا ميرفي ا غراندي دون اون فامي تراديسيونيل. سيدي محمد عاش واحد العائله تقليديه. كو بونسي فو دو لا فامي دو سيدي محمد؟ شنو كتظنوا حول ولا كيف كتبان لكم لا فامي دو سيدي محمد؟ هنا الطريقه اللي غادي تساعدكم باش تجاوبوا مزيان على هذا لو سوجي انكم تكونوا ديجا خدمتوا دي سوجي على لا فامي تراديسيونيل وعلى لا فامي دي مودرن، باش هكذا غتعطيو لو بوين دو في بلو فاسيلمون. لو سوجي نيميرو 11. كوم رحمه بوكو دو جون اورغانيزي سوفون دي سيريموني، بار كونتر دوتر كونسيدير كو سو جون دو سيليبراسيون ني كول بيرت دو طون اي دارجو. بحال رحمه بزاف ديال الناس كينظموا حفلات ولا عراضات بهذا التعبير. بار كونتر دوتر كونسيدير كو سو جونغ دو سيليبراسيون، ولكن اخرين كيعتقدوا ان هذا النوع ديال الحفلات وهاد العرادات ما هي الا مضيعه الوقت والمال. عطي الراي ديالك بيان سور. نمشيو لو سوجي نيميرو 13. اوجوردي لي جون بريفير اكزيرسي دي ميتي مودا. حاليا الشباب كيحاولوا انهم يمارسوا مهن عصريه، مثلا انفورماتيسيان شي حاجه متعلقه بالانفورماتيك يعني كيخدموا في هذا المجال هذا، انجينيور مهندس، انجليش لي ميتي دارتيزانا تراديسيونيل، وكيهملوا المهن اللي متعلقه بالحرف التقليديه. ارتيزانا هي الحرف التقليديه بحال تيسخون بحال بابوشي. شكون هو لو تيسخون في لابواتا ميرفي؟ سي معلم عبد السلام لو بير دو سيدي محمد، ولو بابوشي سي مولاي العربي. دونك شوفوا كيفاش خرجوا من لابواتا ميرفي ان سوجي على لي ميتيي. هنا السؤال، كيل تيب دو ميتيي ايمي فو اكزيرسي دون لافونيغ؟ شنو هي النوع ديال المهنه اللي كتبغي تمارسها في المستقبل؟ كنتمنى هذا الفيديو تنفعكم يعني تعطيكم فكره كيفاش توقعوا لي سوجي، كيفاش غادي يكونوا لي سوجي. ناخذوا سوجي نورمالمون غادي يكون رقم 13 غير حيت عاود جوج مرات واحد لو سوجي. بوغ سيغتان لي زامي فيرتويال سون بلو فيدال اي بلو سيرفيابل كو لي زامي ريال. دونك بالنسبه للبعض
الاصدقاء الافتراضيين اللي كيكونوا زعما كنتلاقاو بهم على عبر مواقع التواصل الاجتماعي هما اكثر اخلاصا و بلي سيرفيابل، يعني كيعاونوا كيقدموا دي سيرفيس مقارنه مع الاصدقاء الواقعيين. بارطاجيفو سيت افيرماسيون، واش كتقاسم نفس هذه الفكره هذه؟ سوجي نيميرو 6، فيفغ لوان دو سا فامي اي بوزيتيف بوغ ان ادوليسون. الواحد يعيش بعيد على العائله ديالو هي شي حاجه ايجابيه، خاصه بالنسبه لي زادوليسون المراهقين. يعني المراهق الى عاش بعيد على عائلته غتكون شي حاجه مفيده بالنسبه ليه. بارطاجي فو سو بوين دو في، واش كتقاسموا هذا الراي هذا؟ سوجي نيميرو 17، لا بونتي لا سوليداريتي اي لا جينيروزيتي سون دي فالور نوبل دون لا سوسيتي. الخير والتضامن والكرم هما قيم نبيله في المجتمع. Pourtant, il arrive qu'il soit mal récompensé comme c'est le cas d'Abdelkader avec Moulay Larbi, son patron. ولكن هاد الخصال هادو ولا هاد القيم هادو كيتجازاو بطريقه سيئه كيف موقع مع عبد القادر ومولاي العربي. كنعرفوا ان مولاي العربي كان شريك مع عبد القادر، ولا بالاحرى كان هو لو باترون ديال عبد القادر، ولكن من يتزوج ساعدو في العرس ديالو وردو شريكو، وكان مازال كيسالو الفلوس. ولكن هذا عبد القادر ما قدرش هاد التضحيات وهاد القيم اللي دارهم مع مولاي العربي ودعا عليه دونك على اساس انه ما كيتسالو حتى شي حاجه وان لاتوليي ديالو. دونك هاد الطريقه اللي تعامل بها مولاي العربي كيقول لك واش بونسي فو كو سو كومبورتمون سوا اون ريزون سيفيزون بور ريفوزي تو تيد او تخوي. واش كتنظركم هاد السلوك هذا؟ يعني انا شي واحد الى ما جازناش على الخير ديالنا وعلى على التصرف الحسن معاه، واش غادي تكون سبب كافي باش اننا نرفضوا المساعده للاخرين؟ يعني نرفضوها بتاتا ما نبقاوش كاع نقدموا المساعده. دونك هنا هذه فكره على الموضوع. نمشي الموضوع الموالي. سيدي محمد ا لا شونس دافوار ان بون بير كي ليكوت اي لي كونسول. سيدي محمد عنده زهر ان عنده الاب ديالو اللي كيسمعو وكيواسيه، وسعدته سيدي محمد. دوتخو بارون او كونترير نو ساف كو كريي اي بوينير. بعض الاباء اخرين بالعكس ما كيعرفوا غير يغوتوا ويعاقبوا الاطفال ديالهم. غير تيجي ان تيكس ارغيمونطاتيف دون لوكيل فو ديفوندي الي دارغيمون بيرتينون لي دغوا دي زونفون مال تريتي باغ لوغ بارون. هنا باش ما تطيحوش في الخطا راه دائما خصكم تبقاو تقراو لو سوجي حتى النهايه. لو كان مثلا بقينا غير في الاول غادي نقولوا ما اصلا ما غاديش نعرفوا علاش نهضروا حيت ما كايناش السؤال وما باينش، ولكن ملي غادي نكملوا لو سوجي حتى الاخر فكيقول لك حاول تكتب نص حجاجي اللي غادي تدافع فيه على الحقوق ديال الاطفال المعنفين من طرف الاباء ديالهم. داكشي علاش كنقول لكم اي حاجه متعلقه بلي بارون اونفو حاولوا تخدموها باش هكذا تكونوا على اتم الاستعداد نهار ديال الامتحان الجهوي. وانا معكم ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم تو لي سوجي اللي لي بروبوزيت عليكم. غنحاول نقدر نخدم 10، نقدر نخدم جوج، غادي نحاول لو ماكسيموم. وداكشي دائما كيكون مرتبط بالتشجيع ديالكم، فاذا لقيت الدعم ديالكم فضروري غادي نكمل حتى النهايه ان شاء الله. ناخذ لو سوجي سويفون. سيغتان مالاد ديزيسبيري سو ميت داكور افيك لور ميدسان بور كيل اريت leur vie. Êtes-vous d'accord avec ces patients qui ont un comportement pareil? بعض الناس اللي مرضين وكيكونوا يائسين فكيتفقوا مع الطبيب ديالهم انهم يحبسوا الحياه، يعني يقتلوهم، يعني يقتلوهم بالرضا ديالهم، كتسمى جو بونس لوتانازي جو بونس. فواش كتعتقدوا ان هاد لي باسيون هاد المرضى واش ولا باردون ايت فو داكور، واش نتوما متفقين مع هاد المرضى اللي كيختاروا هاد التصرف هذا انهم يديروا نهايه للحياه ديالهم؟ ناخذوا سوجي سويفون. اون اونتون دير اسي سويفون كو لي جون كي سو ليف تار سون دي باريسو اي دي فينيو كي ناريفرون جامي ا ريوسير دون لور في. كنسمعوا غالبا ان الناس اللي ما كتفيقش بكري، يعني سو ليف تار كتفيق معطله، هما الناس اللي معكازا باريسو اي فينيو شي واحد فنيان ما كيدير حتى شي حاجه وما ما عمرو ينجح في حياته.
بارطاجي فو سيت اوبينيون. واش كتقاسم هاد الرأي هذا؟ بما ان كاينه لا كيستيون بلا ما نكمل انا لا ليكتور، لان راه باين. بارطاجي فو سيت اوبينيون، واش كتقاسم معاهم هاد الرأي هذا؟ ومطالب انك تكتب ان تكست ارغيمونتاتيف. ناخذ لو سوجي سويفون. Les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. الآباء خصهم يخليو الأبناء ديالهم يعيشوا بكل حرية المراهقة ديالهم. بارطاجي فو سو بوين دو في، واش كتقاسم هذا الرأي هذا؟ دونك كنشوفوا أن هذا الموضوع متعلق بلا ليبرتي دي زونفون ولا لا ليبرتي دي جون، الحرية ديال الشباب. إذا كنتي خدمتي لو سوجي جينيرال ديال لا ليبرتي دي جون، حرية الشباب، فراه ضروري غيفيدوك داك لي زارغيمون تقدر توظفهم في هذا لو سوجي. دائما كنقول لكم خص غير تعرفوا كيفاش تلعبوا سواء بالكلمات ولا كيفاش توظفوا لارغيمون. سوجي نيميرو ولا لو سوجي سويفون. Beaucoup de parents veulent concrétiser leurs rêves à travers leurs enfants en intervenant à excès dans leurs études et dans leurs futurs choix professionnels. بعض الاباء كيبغيو يحققوا الاحلام ديالهم اللي ما قدروش يحققوها من خلال الاطفال ديالهم عبر التدخل بشكل كبير في الدراسه ديالهم، في الاختيارات ديالهم المستقبليه وسيرتو العمليه، سون تونيغ كونت دو لوغ دون اي دو لوغ امبيسيون بيرسونيل، بدون اعاره الاهتمام للمواهب ديالهم ولا الميولات ديالهم ولا الطموحات ديال الاطفال. يعني هنا الاباء بحال اللي كيفكروا غير راسهم، داكشي اللي ما حققوش في حياتهم كيبغيو ان الابناء ديالهم يحققوا. دونك ابروفيفو لو كومبورتمون دو سي بارون، واش كتتفقوا مع التصرف ديال هاد الاباء هادو؟ نمشيو للموضوع الموالي. سيغتان بونس كو لا ديفيرونس داج دون ان كوبل بو اتر سورس دو مالونتوندو. بعض البعض كيعتقد ان الفرق في العمر ما بين الزوجين هي مصدر ديال لو مالونتوندو. غتقولوا لي اش من علاقه ديال هذا الموضوع مع لا بواط ميربي؟ كنعرفوا ان اونكل اوتمو راه تزوج خديجه ان في اللي هي جون وهو سي تان في، كاين واحد الفرق ديال العمر واللي مره كيكون صداع بيناتهم، واللي اللي كيعاود هذا الصداع هو رحمه، غير باش نحطكم او كورو. كاين كذلك الفرق ما بين لا مير دو ناراتور اللي في عمرها 22 سنه والاب ديال لو ناراتور اللي في عمره 40. فدونك كاين واحد الفرق. اذا هنا من خلال هاد لي ديفينمون فخرجوا لينا هاد الموضوع هذا، وحاولوا انكم بون ديروه في بالكم ولا تخدموه احسن. اذا يعني واش الفرق ديال العمر ما بين الزوجين كيخلق مشاكل؟ ناخذو ان اوتر سوجي. autrefois nos parents faisaient de l'épargne en achetant de l'or des bijoux pour se préparer aux jours difficiles. شحال هادي كانوا الناس كي يقوموا بتخزين ديال الفلوس ولا ليبارني هو التوفير عبر شراء الذهب والحلي زعما باش هكا الدوائر زمان بوغ سو بريباري او جور ديفيسيل، يعني باش الدوائر زمان. بارطاجي فو سيت مانيير دو فير، واش كتقاسموا هالطريقه هذه؟ يعني ان الناس كتدخر عبر شراء الذهب والحلي. موضوع الموالي. بوغ ترافاي اي غاني دو لارجون سيغتان بارون اكسيب دي زومبلوا كي لي زينواني لونطون دو لوغ زونفون. بعض الاباء باش انهم يجمعوا الفلوس ولا يربحوا الفلوس كيقبلوا وظائف اللي كتبعدهم على الابناء ديالهم. هنا عندها علاقه بمعلم عبد السلام مني بغى ولا مني خلى العائله ديالو ومشى يخدم في لي زونفيرون دو فاز باش هكا يربح الفلوس وما يبقاوش اون فايت ولا اون روين. Que pensez-vous du comportement de ses parents? شنو كتعتقد حول التصرف ديال هاد الاباء هادو اللي كيفضلوا انهم يعيشوا ولا كيفضلوا ان كيقبلوا وظائف اللي كتكون بعيده وكيخليوا العائلات ديالهم؟ Certains considèrent que trop fois l'amitié avait une valeur de fidélité et de sacrifice. انا كنعقل على هاد لو سوجي تحط في لا ريجيون ديال طنجي تيتو، كان جو بونس في 2016. فكيقولوا بعض الاباء البعض كيعتقد ان الصداقه كانت شحال هذه عندها قيمه ديال الاخلاص والتضحيه.
Pensez-vous qu'elle garde aujourd'hui encore cette valeur? Ou est-ce que tu penses que cette sadaqa hadi mazal fiha nafs al qiyam, yani wach fiha al qiyam dial la fidélité, dial l'ikhlas ou dial tadhiya? Nakhdo sujet akhar. Actuellement, il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer. حاليا بعض الاشخاص كيعتقدوا ان المراه خصها تبقى في المنزل ديالها باش تهتم بالمنزل ديالها اي كو سي لوم كي دو سوفينير او بوزوان دو سا فامي وان الرجل الوحيد هو اللي خصو يسوفينير هي يغيبوندر هي يلبي الحاجيات ديال العائله ديالو بارطاجي فو سو بوين دو في واش كتقاسموا هذا الراي هذا يعني هنا تقريبا عنده علاقه بلو ترافاي دو لا فام الموضوع ديال عمل الزوج العمل المراه موضوع اخر لو بونور فو بور فو اس فيفر كوم تو الموند او شوازيغ سون بروبر شوما واش السعاده في نظركم هي انكم تعيشوا بحال الاخرين ولا تختاروا الطريق ديالكم صراحه هنا ما عرفتش كيفاش ربطوا مع لا بواطا ميرفي مي سي راه كان هذا لو سوجي كان في لا بواطا ميرفي في الامتحانات ديال لا بواطا ميرفي دون ان روبورتاج تيليفيزي سور لا سوليداريتي ان سيتويان دي جو نيت جامي لي بوف لي بوف واحد الروبورتاج واحد خينا قال ان ما كيعاونش الفقراء فو ريديجي ان اكري ارغومونتي دون لوكيل فو ديت si vous êtes d'accord ou non avec ce citoyen يعني هنا مطالبين تقولوا واش نتوما متفقين مع هذا المواطن ولا ما متفقينش هنا عندها علاقه بلونتريد بالتعاون مع سيرتو مع لي بوف actuellement au lieu du contact direct certains jeunes préfèrent utiliser les réseaux sociaux حاليا عوض التواصل المباشر يعني في الواقعي فبزاف ديال الشباب كيفضلوا انهم يتواصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي pour faire des connaissances ou nouer des liens d'amitié باش انه يدير تعارف مع الناس يدير معارف ولا يخلق علاقات صداقه جديده ايت فو داكور واش نتوما مع هذا الاختيار نمشيو ان اوتر سوجي باردون Certains parents croient que pour bien éduquer les enfants, il faut tout leur pardonner. بعض الآباء كيعتقدوا أن باش يربيو مزيان ولادهم كي il faut tout pardonner يعني يسمحوا لهم يديروا أي حاجة وأي حاجة داروها ما يلوموهمش عليها. دونك شنو كتعتقدوا حول هذا الموضوع؟ Certains jeunes suivent actuellement la mode et accordent beaucoup d'importance aux apparences contrairement à d'autres qui préfèrent la simplicité et s'attachent aux traditions. بعض الشباب كيتبعوا الموضه وكيعطيو قيمه كبيره للمظاهر عكس اخرين اللي كيفضلوا البساطه وكيساتاش وكيبقاو مرتبطين بالتقاليد كو بريفيريفو شنو كتختاروا سابيي على مود او بورتي لي زابي تراديسيونيل واش تلبسوا حسب الموضه ولا تلبسوا لباس تقليدي ناخذ ان اوتر سوجي سور ان فوروم انترنت ان تيتولي ريلاسيون افيك لي بارون ان جون ادوليسون ا ايكري واحد الفوروم اللي سميتو علاقه العلاقات مع الاباء جو نو مو سون با فيفر اون فامي هاد الولد هذا كيتشكى وكيقول انا ما كنحس براسي ما كنعيش في عائله Mon père joue toujours avec son portable. L'am diali qui l'a d'aimer le téléphone dialo et ma mère regarde ses vidéos préférées. Ou elle l'am diali qui regarde les vidéos préférées. Réagissez à cette affirmation en rédigeant un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre opinion. يعني عبر على الرأي ديالك وتفاعل مع هذه القولة هذه. يعني هنا خلاو لك لو سوجي صراحة ليبا. لو كان مثلا ما خافتش نطول عليكم كون اقترحت عليكم كل سوجي لو بلون مي غيجي لا فيديو طرو لونغ لي زوفر او بروغرام بريزون تخوا زيكزامبل دون ان بير افكتيو ان بير ريسبونسابل اي ان اونكل اوتوريتي لي زوفر اللي كاينين في البروغرام كيقترحوا ثلاثه د النماذج ديال الاباء واحد الاب اللي هو افكتيو حنون هو اللي هو لو كونداني ان بير ريسبونسابل مسؤول واللي هو سي عبد السلام اي ان اونكل اوتوريتير واحد الخال اللي هو اوتوريتير سلطوي اللي هو كريون بارتون دو سي زيكزامبل كي سوري بون بير بور توا شنو هو افضل اب بالنسبه لك يعني كتعطي الراي ديالك على المواصفات ديال الاب المثالي من وجهه نظرك كنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم ونكون عطيتكم فكره على المواضيع اللي كتحط و ا تري تري بيانتو